بعد النجاح الكبير الذي أحرزته اللجنة المنظمة لبطولة الوفاء للفقيدين علي بادينار وعادل بابطاط في مديرية السيحوت بالمهرة، مطالبات شعبية للسلطات المحلية بالمحافظة لإيجاد منشآت رياضية مجهزة تحتوي الفعاليات الرياضية بالمديرية. تعشيب ملاعب سيحوت أسوة بملاعب الغيضة أحد مطالب القطاع الرياضي بالمديرية التي تحظى الرياضة فيها بشعبية واسعة وإقبال كبير من شرائح المجتمع كافة. أشد السلطة المحلية بقيادة الأستاذ محمد علي ياسر لتعشيب الملاعب. لأن سيحوت بحاجة لهذا، اللي تعتبر العاصمة الثانية من بعد الغيضة في المحافظة، ودائما ما تشهدها الحضور الجماهير الكبير. ونناشد كل السلطة المحلية ووزارة الشباب والرياضة أن يعشبوا حتى ولو يعني ملعب واحد. القائمون على القطاع الرياضي بمديرية سيحوت أكدوا أن تنظيم الفعاليات على الملاعب الترابية دون وجود أماكن مناسبة أثر سلبا على البطولات التي تقام في المديرية باستمرار. سعدنا اليوم في حضور هذه المباراة وهذا الزخم الكبير من الجماهير الرياضية المحبة للرياضة في مديرية سيحوت. كنا نتمنى أن نشاهد هذه الجماهير في ملعب مرتب معشب يعطي لهذه الجماهير حقها في المشاهدة والمتابعة وأيضا تطوير الرياضة في مديرية سيحوت، ولكن للأسف شديد أن كل هذه الجماهير والزخم الإعلامي والبطولات المقامة في مديرية سيحوت لم تجد هناك أي منشآت رياضية تستحق هذا البطولات وهذه التجمعات الرياضية. تستمر الأصوات المطالبة بضرورة إنشاء وتشييد ملعب بأرضية عشبية بسيحوت يساعد الرياضيين على ممارسة نشاطهم، بالإضافة إلى تمكين الجماهير من الحضور في المدرجات لمشاهدة المباريات. وأمام هذه المطالب، هل تستجيب السلطة المحلية والجهات المعنية لنداءات المواطنين؟ أم أن الوضع سيستمر في التدهور والإهمال؟